الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذت بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن. وأضاف بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض أن هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات قوات الحوثي ضد السفن الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ البالستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ. وتبع الرئيس الأمريكي أن هذه الهجمات عرضت الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركاء بلاده للخطر، لافتا إلى أن هذه الهجمات قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة. كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ تابعة لهم. وأضاف أوستن أن تلك الهجمات جاءت في مسعى لإضعاف قدرة قوات الحوثي على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وتعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أكد قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط أن قواته شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا لقوات الحوثي، مشيرا إلى استخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في هذه الضربات. هذا وأكد بيان للتحالف الذي تقوده القوات الولايات المتحدة أن الضربات باليمن تمت بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف البيان أن الضربات تمت وفقا لحق الدفاع عن النفس الفردية والجماعية، لافتا إلى أن التحالف لن يتردد في حماية تدفق التجارة في أحد أهم الممرات المائية في العالم. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثي الذين كثفوا هجماتهما على السفن في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة كانت محدودة وضرورية ومتناسبة على حد قوله. وأضاف سوناك في بيان أنه رغم التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي واصلت قوات الحوثي تنفيذ الهجمات في البحر الأحمر هذا الأسبوع ضد سفن حربية بريطانية وأمريكية، مضيفا أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يستمر. وأشار سوناك إلى أن سلاح الجو الملكي نفذ ضربات ضد مواقع عسكرية في اليمن تستخدمها قوات الحوثي. هذا وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على قوات الحوثي باليمن. وذكرت قناة تيليجرام التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي اليوم بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية. أعربت السعودية عن قلقها إزاء العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدة مواقع في اليمن. وأكدت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر والتي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا لمساسها بمصالح العالم أجمع، داعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس الإريتري أسياسي أوفيكي في العاصمة أسمرة، حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات. وأكد شكري حرص مصر على تدعيم العلاقات الأخوية مع إريتريا بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وناقش الجانبان التحديات المرتبطة بأمن البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة مصلحة رئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا المرفق التجاري الدولي الاستراتيجي.
يستعد الفريق القانوني لدولة الاحتلال للمثول اليوم أمام محكمة العدل الدولية في جلستها الثانية للرد على اتهامات بارتكابها جرائم الإبادة الجماعية. وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت جلستها لنظر دعوى قدمتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام المحكمة بأنها دفعت أهالي غزة على حافة أو إلى حافة المجاعة، وأن إسرائيل ارتكبت منذ عقود أعمال إبادة جماعية وفرضت حصارا على قطاع غزة، مشيرة إلى أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية. هذا ومن المتوقع أن يصدر حكما في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقصف طيران الاحتلال أيضا منزلا في حي المشاعلة في دير البلح وسط القطاع، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعيات الاحتلال بلدة الزويدة ومخيمي النصيرات والبريج، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، ووصل أيضا لمستشفى خان يونس خلال 24 ساعة الأخيرة جثامين 30 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة. وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة وسط خان يونس، كما استهدف الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملها على نقل الجرحى وانتشال الشهداء.